اهلا بكم. اكد رئيس هيئه قناه السويس الفريق اسامه ربيع ان منظومه اعاده تدوير المخلفات الصلبه والسائله في من السفن العابره للقناه الجاري تشغيلها من قبل شركه إيجيبليوشن إيجيبت خلال الفترة المقبلة ستكون هي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية. وخلال جولات التفقدية لمصنع الشركة العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان، أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لأن تصبح شركة إنتوبليوشن إيجيبت الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الواعدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً وتجسيداً للنموذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى الخامس من يوليو الجاري إلى حوالي 4,654,246 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 717,896 طنا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه لأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى 1,900,000 طن. وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الفراولة والجوافة والطماطم والعنب. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر حكومي أن تعهد روسيا الأخير بخفض صادرات النفط لن يتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج. وأوضح المصدر الحكومي للوكالة أن روسيا لن تضطر على الأرجح إلى خفض إنتاج النفط في أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو الماضي بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق، لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف أن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209,000 وظيفة الشهر الماضي، حيث جرى تعديل البيانات لشهر مايو الماضي لتظهر ارتفاع عدد الوظائف إلى 306,000 وظيفة وانخفاضا من 339,000 كما ورد سابقا. في مؤشر على قوة سوق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي رغم تزايد مخاطر الركود. وزارة العمل الأمريكية أكدت على أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ب 12,000 طلب لتصل إلى 248,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. في الوقت ذاته تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021، وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي. من جانبها كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع العجز التجاري بنسبة 7.3% إلى 69 مليار دولار، كما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 2.3% لتصل إلى 316.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2021. صادرات الإمداد والمواد الصناعية سجلت أيضاً أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين، مع تراجع صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر من العام 2021. يأتي هذا في حين تتزايد المخاوف من استمرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول، وبعد هذه البيانات والتي أظهرت متانة سوق العمل وصدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو والذي مال إلى التشديد. وبهذا التقرير نصل وإياكم إلى ختام أخبار اقتصاد، ونعود من جديد إلى أدا ومحمد.